جود مورنينج مستر صلاح. شكرا شكرا. انت عاد عفصت هذا همجت همات. يلا اعطى روح بي. لا 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 ها منو بيشله شله على لازم خدامه. اي بطه بولين دواركا شو هذا؟ عطى شله بابا شو هذا؟ تعالي تعالي. ها يا رويت ها اعطيت خير اعطيت خير يا ابو احمد. ثانك يو. بعد لازم هاي الشتيمه؟ زين. اي صبحكم الله بسم الله. يا الوي اليوم لا حول ولا قوة الا بالله غير نموت. ما تبون تشوفون الوي اليوم الوي كله كبره مجشعر. اليوم ترى يوم الحلاقه. يلا يلا خطفي خطفي. ابوي غدانا اليوم. ايوه ها هذا اليوم غدانا الله يحفظكم. محمر وشنعد. مطفي شنعد مطفي شنعد ومحمر شنعد بغبي. ايه شنعد شرق لو غرب. ها شوف شحمت متخولفه ويا الملح. شو عظمه. ايوه هذا حشد مملوح. هذا ملح وكركم وتخلص ساعه يغسلون مرتين ثلاث بيجلون. شغله هاي روح يبال بارد ولا بد ولا عذر متلبي باللوم اليابس. وهذا ابوي جذرنا. ايوه هذا جذر المحمى. هذا جذر المحمى. هذا ابوي مريال الدهن عاد حينه لازم لين يصير ويبرد. من يبرد عقب صبوا شايف غراش وشايف دباب الدنيا مطرده. صلاح شو؟ وهي الهوية. الهوية هالكبير مسوي ذيك ذراع بنت بتر اليوم. يا سلام يا الملاقة محلة زايد ويا بنت بتر ما شفناه أول مرة. يا الله يا الذباب يا صلاح بياكلنا الذباب. يا الله يا رب ترزجنا المطر تفكنا من هالذباب. يا رب يا الذباب يا رب. صح؟ انا؟ اي بس بسيب الحلاق ما تشوف مظهر وجهي للعين. ها؟ دقيقة خلاص. ما بدقيقة لا صلاح يبطي حلاقي انا يتسحب بسيب الحلاق. خبر الو. اقول له شو الوجه اليوم غادي؟ الله بالمستعان يطر الشر الريعات. اقول لكم خميس عادة الخميس الله يحفظكم ارقد لين الضحى العالي. ليش ارقد لين الضحى العالي؟ شو كان شيء جبن الدويم مع سوداني يبيلي جبن دويم. ذيرز اور ذيرزنت خليها ما عليك منها. ذيرز اور ذيرزنت تشيز فروم سودان فروم مدام خديجه. ذا وان لايك ذيس مدام ما في. يا الله زين الامراض اقولكم. يلا سيري عادنا شي خربت علينا. شو ابيض انا؟ إيه؟ هذا إيه؟ هذا ابيض. إيه؟ عند الله علينا. ما باليد. ايوه تعالوا. شوف الصدفه فنايل ابوي مالمات على كيف اسوي الحين. شوف الفنايل والدله طقم. والله الا بالصدفه. اقولكم يوم الخميس عاده هلو هذول ما تعرف اللي ما تعرف شو اسوي الخميس. الخميس شيء طبيعي حد يقول شيء خاص رايكم. يوم الخميس ترى ما شيء مجيد ما قيل. اليوم اللي ما قيل ها اوف اوف قال صلاح. شو صلاح؟ الاول ايه اوف زين صلاح انت صلاح يعرف زي الخميس ما اقيل فش اسوي؟ عسب ما احتاج اني ارقد الظهر مبخور. ها فيوم ابخور لين الضحى العالي خلاص ما احتاج رقاد الظهر ما اقيل ش اسوي؟ ليش السبب؟ لان الخميس يا اني صرت دبي يا اني صرت البحر.
في كل الأحوال ما أحتاج رقاد، ما أروم أرقد، فلذلك أسب ما أتعب ولا شياته، أرقد بويضح بطوله، فلذلك أصبح الحمد لله بخير وسهالة. أوصل جا وصلت البحر ولا وصلت دبي أمسي مسائي بخير، لا أتعب ولا شياته. شو بلاك يا سعد؟ شو بلاك؟ منو جاي؟ منو؟ ها تعال. سلام عليك. ايش حالك شامبي؟ شو اخبار؟ في اخبار جديد؟ اخبار هذا سمار. هي. التنين قوني ما يجي كله. ناقص يعني. حق نخل يعني؟ اي نعم. اذا يعني بنقصر من يونيتين. تنين كيس. يونيتين ما يجي. اه. زي اطهن علي يونية ونص. النخل. الحمد لله بارك الله فيك. أطع علي يونيونس. زين. اللي تشوفه. أعطهم واحد ونص. وخلاف بعد واحد شهر بنعطيهن على واحد ونص. بارك الله فيك. مشكور يا شامبيف. شكرا. شكرا. أنت. شو بلاك أنت؟ طيارة. دي تسليم. يطري عاد من يسمع حس الطيارة. حط طيارة سائر حق سعيد. كم اليوم أبوي ريوقي ريوقي اليوم. اليوم تخمخيم يعني. اليوم باكل من كل شيء من ريوق البيت. اليوم ما باكل أنا ريوقي. ترك اليوم هذا الروزبيري والبلاك بيري والتوت الأشياء هاي يوميا. هذا يكون ريوقي اليوم. بس فاليوم الله يحفظكم. ما سويت لسالفة اليوم يبي يسمع الرمسة. هي بقول خيب علي قم. زين. فاليوم الله يحفظكم ناوي تخمخين اليوم الخراب العالمي. فناوي الله يحفظكم اليوم آكل كل شيء إذا الله راد. وغداي محمر. هي خربانة خربانة. وعشاي عشاء. شو؟ شو بلا؟ ماشي خربانة. ماشي خربانة. أنا دب شو أسوي؟ شو اسوي؟ يلا كان حد النار بارد. صلاح شو بلاك الحين؟ شو تبي الحين تبي؟ فلوس. اعطيته فلوسه؟ اكو. اعطاك الفلوس؟ لما ما اشوف. عرفت ما شو هذا؟ اي زين. ولازم تري تعطي؟ انت يعني مدير انت شو مشكلك انت؟ بس جي يلا برايك يا ابوك من الدباب كلنا. الدباب كلنا الدباب والله اني يدخل بين ليفون وداخل العيون يوقف على رمش العيون. الله أكبر. حشي أبوكم دباب مشكلة حينة. يا الله يا رب ترزقنا الغيث. لو تينا رش صغيرونة مرة كل بيخوز هذا. وين شامبي؟ شامبي وين؟ مزرعة هناك. أقولكم حين هو ياسمين أظني زراعة النخل خاري نسير طالع بطلع شو كيف طريق السماد. شو تريد انت حينه؟ خلاص اقول انزين. دقيت لها جرس؟ لا اخذ ماكو بس خلاص قلت لها. ايه شاي. انا الله يسلمك كنت نسيت ان عندنا الجرس هذا. انزين هاي يوم اذا تزقر حد بدل ما تيست باغم تدقه ويونك. المراد الله يحفظك ما ننسيت. إلى استباغم دواركة اي 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 ها في شو بلاك؟ قال لي هذا ها ذكرني به. شكرا صلاح. هذا اللي حي وشوف ان شاء الله ثاني مره بشوفه وبيوم بدك بزقر حد بشوفه ان شاء الله. بعد وين بسيرون؟ هذا بالهنا. شو بتصير تغير انت؟ شو تبه؟ مو هذا بالهنا. ها كتلة. شو يبي الحين صلاح؟ بلاستيك. ايوه هذا من انت. هذا انا من علي ان شاء الله. هذا وين هذا؟ وين هذا بيبي؟ وين هذا؟ ولا هذا موبايل. يلا ابراهيم بصير الحين. الله يحفظك. ما بتغدى عندنا اليوم؟ ان شاء الله اليوم برانيوش محمر. ادي ان شاء الله حيين. كان الله جعلنا من الحيين. اوكي صلاح خلاص كلش؟ لا على طرف خلي يسوي واحد ريدي. انا كلم هذا قريب من باب على طرف هنا هذا سني جاهز بعدين بابا.
خبر قول لي واحد بس انخلى وحده يذهب لي اياها. هو رقم مسكر انا الحين خليه يجهز لي وحده انا ابي اصوره. بلاك بلاك وياه اي بلاك وياه. شو بلاكم؟ ما بيعطيك ما بيعطيك خذ عنا خلي يصير خلي يصير ما بيعطيك والله لو طال السماء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا يلا ذهب 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 ما بعيش ذهب ما بعيش تبارك الرحمن. أيوة يا هي طوابي يا هي دنيا كلنا خدامك يا البرمة هالريال منا والحرمة. ها هذا حق البحر هذا هذا للبحر هذا للبحر حد يخدم بسكوت حد يخدم للبحر حد يخدم للبر. يلا أشوف ليه فتح شويون فتح شويون بطالعة يخترب. يلا البدر أول ماية أعطيناه علي بن غانم فريج التيار. أيوة هذا عمدة عاد فريج التيار. إنزين أعطيناه أبويه البدر لأن أبوي عنده مزرعة وفي بيته هو هوايته الزراعة ويهتم بطريقة ما تتخيلونها في الزراعة. المهم قال أبو محمد ما يحتاج يدور زيد واللعبين عطنا إياهن بنبدر لك إياهن من يقدن على ذراع أنت بصرك بهن. قلنا أتوكل على الله. يوم عدى أمس قال أبوي ترى الشتل الفي هواي زاهب وحينا شيء من على ذراع ونص ذراع شو رايك؟ قلت الحين غايته. قال سمعتك أمس تطريه تقول غاية الزراعة. قلنا له هي نعم فالله يحفظكم بيبونها بنزرعهن فبنزرعهن. شفت مثل ما تزرع حين الهنبة هذا عاضد هذا من أول البيت لين آخرة ثلاث أربع خطوط وانت ساير بين الفيفاي والفيفاي متر ونص بين الفيفاي والفيفاي بين الفيفاي والفيفاي متر ونص. بغيت على طول ولا على عرض؟ لكن لازم ما يكون شيء معاليها يعني ما تروح تزرعها تحت الهنباة ولا قرب الهنباة لازم بعيد ما توصلها لأنها نياها شيء تميل ومالت ما شيء فايدة. فحين إن شاء الله إن شاء الله بتشوفون طريقة الزراعة الأسبوع الجاي وبتشوفون إيش قابي غادي غادي شارات خواتها هاي اللي تشوفونهم. ها شوفوا الوحيد وين وصلت الحين أكثر عن 3 أمتار. ها الحين كملت سنة كاملة في فاي بس خلاص عاد الحين نصير نعقها نحن. إن شاء الله عليك يا شامبي. سيم سيم هذا كم حفرت له؟ كل النخل هنمونه سيم سيم بس يلا خلاص توكل على الله. الحين كل النخل أبوي متر يوني هو نص. الحين نبون ان احنا ناوي نحط ابوي 3 يواني لكن وقف السماد عنا. فحين نحط الله يحفظكم يوني ونص لازم علق العن اليدع نص متر ما بمره ضك اليدع هاي لانها ضاكنها الرصيف حليل عاده ما عليه سامحينا هذا حذر والسمو محمد شو ما شاء بهالطريقه. يلا طالعني فيلم هو. يا الله منك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. عاش عاش شامبي يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه وانرم كمل قول على انت قول يا شامبي. وهاي نفس الشيء نفس الطريقه وبعد اسبوعين ثلاثه بعد نفس الشيء بعد اسبوعين ثلاثه نفس الشيء ما بلازم السماد مره واحده اللي يقول لهذا البخلاء اشتغل يا الله منك طرطر عيونه. اللي يقول مره واحده هذا ابوي البخيل كل انت مره واحده سمعت ما يستوي لازم ابوي يوم سمعت يوم لحام واسبوع الجاي ترى معيشه يوم ما تدافع عن معيشه سنه هاي معيشة يوم ما تدافع عن معيشة سنة فلذلك العنب في الصيف ما تعطيه ما تسمد من قلت لا حيلة الدنيا لواهيب يعني مثل الإنسان اللي فيه صاهر وتعطيه دهن وتعطيه بزار ما يستوي اللي فيه صاهر ما يعطونه لا موالح ولا حوامض حوامض صح بنكم ولا حمضيات ولا ملحيات. فهالنمونة هذا حين اشتاهني بطول الوقت يدفن فلذا شوف ما شاء الله تربة شغادي تحرها ورس ورس
ورس ومحلب وبضاعة. يلا هذه تحرها بضاعة ما شاء الله من زين هالتربة. إيه يسدك اللسم أنت مدينة محمد بن زايد تبارك الرحمن. ترى على فكرة إحنا هالإنجاز اللي نسويه وهالمصارعة ويا الزراعة ويا الشيء هذا، هاي مش بويه مش بيئة المكان، هاي صبخة بحر. نحن بقعتنا هاي كلها بحر. فهذا اللي تشوفونه هذا مش يعني مني والطريق استوى، هذا يسمونه التحدي الموجود. البقعة هذه ما بقعة زراعة، صبخة بحر. متحفر مترين ياكل بحر، بس تحط خيطك وحط ليم ييم لأن الله يحفظكم. نحن اللي نسوي هذا عبارة تحدي للطبيعة، طبيعة الأرض والمكان اللي نحن فيها هذه، ما بطبيعة لومي وهمبة وشخاخ ومركبي وسفريل ونبج لا، مش مكانه. هذا بلاده أبويه، وين الأنهار وين الدنيا. تروم تزرع لومي كافيار، وتزرع همبة، وتزرع وتر أبل والزيتون وكل شيء فاكهة تزرعها في بيتك، هذا يعتبر إنجاز عظيم. تحدي للطبيعة، تحدي للطبيعة. هي نعم بحر وتزرع فيه شيء تستفيد منه العالم، هيروح بإنجاز كبير. ها لونغان من وين؟ ها من الفلبين. طالعوا ها 6 متر رحين ساكة، 12 متر كبد السماء. يلا ما ليش العقل، ما ليش العب، ما بدبة ولا الفجيرة ولا العين ولا بقعة نخيل ليوة ولا غياثي، ها تظهر فيهن. لكن انك تزرع في الصبخة بحر، الارض تحتنا نحن بحر، فلذاك هذا يكون انجاز وايد كبير انك تزرع في هالمكان. ويطلع السنطرة، شو بقولكم، كل شيء بهين. ظهر بنطة ونطيطة، ظهر بنطة ونطيط، قايل له ان شفت شيء من هذا عقه، هذا كله يضعف الشيارة. فقير كم بيطالع مسكين. هي هذا ابوي يظهر بنطة ونطيطة، وتعب ومثابرة وجهد كبير، جهد كبير ومراقبة والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لك عقلها وتوكل. بالرش والنظافة والحمضيات والمبيدات وعندك ودونك وترتب وكل شيء على الله، كل شيء على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي يوفق، توفيق من الله. لكن انت تجتهد، عليك يا الانسان انك انت تجتهد. فالكيس البذر، كيس البذر في 1000 زرع، يمكن اظني 100، وما شاء الله حيث ان عاده يد مبروكه ابو غانم الله يحفظه ظهرن كلهن. انا العام زرعت 100 ظهرن، من 100 اظني 75 لو 70، لكن انهن يظهرن كلهن هذا عاده شيء شوي ما بسهل. هي ترى قال لي لكم من قبل المال يتبع المال، المراد ما بهذا موضوعنا ان شاء الله بيوصلن وبنبتدي نزرعهن ونوفق الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله الحول بتشوفون طريقتهن وعلمهن وخبرهم. الله يكافينا شر الهوى القوي، هو الهوى يوم تي هويات قويه تكسر الاشياء، فالشيء الفيفاي ما تقهر حركه من مكانها، فلذلك تحركت من مكانها لو شويونه بس ماتت. فلذلك تنجح في البلدان الاستوائيه، الفلبين وتايلاند والبقع هذه، كيف تنجح لانها بلدانهم من اقل بلدان في العالم اللي تيهن هويات، ما تيهم هويات وحليلهم فتكين الله فاكنهم بلادهم غابات، غبيب الخضره عندهم تبارك الرحمن. والفيفاي في الرياض ما يظهر، في العين ما يظهر، ان ظهر يظهر ضعيف وانتاجه وايد بسيط، فلذلك يظهر في البلدان الساحليه اللي قرب البحر يظهر. وشيخ يغني يا ليل قرب البحر.
اللي نزلت قبل شوي هذا البوست اللي عليه الايميل ورقم الحساب ورقم الموبايل، هذا رقم الواتساب، هذا رقم واتساب دولي اللي هو 0020 8 مرات 1 25، هذا واتساب دولي. هذا الواتساب اللي عنده فيديو، اللي عنده صورة خدمة بيت، أي شيء ينزله لنا على الانستغرام، على هب الانستغرام شو اسمه السناب، ما يوصلني، ما يوحي لي أصوره، وما رم أصور من تليفون اللي يطلع مش واضح. فلذلك الواتساب موجود، فأي حد عنده صورة جميلة شيء المهم اللي بيطرش يكون شيء يتظهر قدام الناس كلها، ما في شيء مستحى، شيء غلط أنا ما أظهره، شيء منقول من مكان ما أنقله ما أحطه، أي شيء إنجاز خاص منكم أنتوا يا المتابعين. فلذلك أنا أحط الرقم هذا بين فترة والثانية، أي شيء فيديو طبخة، حتى لو طبخة طبخة لازم تيجي الفلتر مال المدينة اللي أنتوا فيها، إلا إذا ياسين في ربع الخراب ما شيء مكان ما شيء إرسال، هذا شيء ثاني لا حول ولا قوة. فبرجاء اللي بيطر شيء يحط في الفلتر ويرمس كلمة اللي هو اللي يعبر عن خاطره، المهم الفيديو ما يزيد عن دقيقة، وأنا بشوف اللي بيناسب حسابي بحطه، واللي ما بيناسب ترى العذر والسموحة من جنابكم. وفي رقم الانستغرام، الانستغرام مالي موجود في هذا اللي توني حطيته وين صورتي وأنا واجف أحكي الوقفة الفنانة. هذا الانستغرام موجود، تدخلون شيء جميع الطبخات، ما شيء طبخة في الحين إن شاء الله، إن شاء الله في الأيام الجاية بنسوي لكم يريش نمونتين، اليريش اللي مبثوث شرات الخبيصة بنسويه يستوي شرات المكبوس يعني، لكن يريش ما بميقيق ماء شرات المرقة لا، هذا الخبيث اللي يستوي شرات الخبيص، لكن بنسويكم إياه على ربيان، حد يسوي على ربيان، حد يسوي على سمك، حد يسوي على لحم، حد يسوي على دياي، وحد يسوي على لحم تحوار، لكن أنا أفضله على ربيان إن شاء الله. بنرويكم الطريقة اللي هي طريقة اليريش، وايدة الطبخات موجود ترى في الانستغرام، الدنيا والدين الطبخ، وكل حد اللي يبى شيء يخدم. أبوي وايدين اللي يقولونه وإن حط لومية وحط عليها مسمار قرنفل وحط قهوة وحرق قهوة زخ ما أدري شو وحرقه، ما شيء أبوي ما يخوزه إلا العطبة، الذباب والنامس يخوزه العطبة، والعطبة بنت عشوار بتغدي البقعة كلها عشوار، وبتخيس ثيابنا وبتخيس بقعتنا، لكن أيام معدودة وبيخطف، ما حد يموت من الذباب، ما ماتوا من الخنفسان والعجارب والطيار بيموتون من الذباب، الذباب أبوي ما يجتل، الذباب ما يجتل، الذباب ما يجتل بالكوفة. من العرب يقول حرج قهوة وما شو هذا أمور ما... كل هذا ما بصحيح، كل هالرمسة هذه كلها انتوا لو تشوفون نحن حين الذباب اللي نحن في بيتنا وقت سماد لنا هاو نحن ندفنه ما لريحة حينه وهنمونه كلنا الذباب، هذا موسم الذباب ما يخوزه إلا رحمة الله، يوم بيجي المطر يوم من تمطر الدنيا لو دقيقتين غسل الدنيا كلها، غسلش تعالوا العين أبوي طبعان من الأمطار تستاهلون الرحمة يا أهل العين، تباركتوا يعليها إن شاء الله سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا نغمة، ويسخل لكم الأرض ومن عليها يا سكان العين تستاهلون كل أرض مطرت في البلاد الله يبارك لهم، ربنا عطاكم ما نسانا، ما زين عاد العين، ما زين العين تغد يبدا تحرها عروس، العرب البارح اشتلوا العين، كل هالعين الناس الحين اللي عندهم ساكن بيوت في العين كلها سارت العين، كلها سارت العين، ربنا عطاهم ما نسانا يا ابوكم. ابوي طريقه ترتيب المطفي حينها، ها طريقه ترتيب المطفي، هذا حين الحشو، الحشو على كل واجتهاده، شو اللي عيبه؟ شو اللي عيبه يحط فيه من ال من السامان، ها شنعد بالغ ما بشنعد خباط لا شنعد بالغة، ها من اللي هاجر يصير من بقعة من الدار اللي نديره، هذا حين طريقه، هذا حينه ينحط عادة اللي تحته لوم يابس ملبب وثوم وزنجبيل، كل سامان اللي خص المطفي موجود، ينحط الله يحفظكم، وينحط الحشو فوقه وتحته وديتين، وعقب يتلحف بقرطاس وينكمر ويتخلى ما يتنسخ ابدا لمده على الاقل ساعه عشان يبين وتبتش ريحه الصوص فيه كامله، ما شاء الله هاي واقفه هاي قطعه روحها فيها كيلو تقريبا،
عاد الحشو المتبقي ها. هذا المطفي لو هذا نعرفه نحن، انا ما سيع طريقه المتطورين، لا هذه طريقتنا نحن المتعارف عليها، متعارف على الطريقه القديمه يعني. هذا الطريقه، هذا المطفي، هذا المطفي الاولي، هذا المطفي هالي جديد، لا لا مطفي الطريقه القديمه حين ريح تضرب في خمره الراس ويشيخ. متى يشيخ؟ الله يحفظكم، يوم يشيخ عاد من يخلص من السكار. لازم تسكير، ترى تسكير لابد ولا عذر منه، السكير لابد يبالي على الاقل، على الاقل ساعه، ساعه ونص على ضوء هادي، اقل ما يكون الضوء يكون هادي، ساعه ساعه ونص يخلونه قرطسوه زين ما زين. عقب ما يقرطسونه لا بد الحين ولا عذر من الطماع. الفلفل البارد، الفلفل الحار، هذا غير عن اللي في الحشو، غير عن اللي في الحشو. ها طريق الكسبر، الورق، الورق الغار اللي منقير مال الهنود هذاك كربته يسمونه. ها بيقرطسونه ويخلونه بالضوء عليه هاديه على الاقل ساعه ونص. ها مرسلين ما ينسى، شوف ايه يا ويلك ما تتعلم. قرطة زين ما زين، هذا المحمر على ما تشوفون ساحب ريدي 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 المحمر. ايه يا حافظ يا حفيظ، سبحان الله تعاب الرجيم. هذا اللي يبقى مقلع حاف، هذا اللي مقلع الحاف. يا سلام يا سلام يا سلام، والبنت حام من العام، يا سلام يا يا سلام يا سلام. ها هذا ابوي تنعد اللي غني لي ريحته ما خنها، ريحه ريحه تنعد ابو ظبي روحه يا ابوكم، ما يجيك بلحم مصلل اسود ولا مسوي شرات الودج، لا ريحته خنينه. هذا تنعد ابو ظبي على هالاساس اغلى تنعد فيه انت يا فيك الشرق الاوسط، تنعد ابو ظبي، تنعد ابو ظبي اغلى تنعد، ترى مش موجود لا طعمه ولا شكله ولا نموته في الدنيا العوده، ريحه تحراها ريحه مسك مسك ما بسمك. يا الله صدقهم يوم قالوا مدحت العيوز تصبح عروس، لا اله الا الله، انا ابو مسك في عين افتحت وين ودنا، خليه يا الله اوبن اونلي اوبن. انا قلت لك شلها هكذا في قو، يا الله هذه واحد شوف العلبه انتو ها. هذا الله يحفظكم الحب اللي جايبنا هاك اليوم، ما جايبنا عايض طحين، ويابلنا حب مال بر اللي مزروع عندهم في عمان. الطحين ابوي وقف، نشينا امس وطحنا طحين الحب اللي هو جايبنا وديناه العين. شوف الله عليكم، والله يا ابوكم ودك تاكله، والله العظيم انك ودك تاكله ني، نعم والله العظيم ما ابالغ والله. والله العين انك والله رقم واحد. طيبة ريحته خنينه، حسب شي تغذي خبيصه تتخبل وتين ينينون هالخبيصه. شمنه الحب هو المول على الحب، يوم بيي الحب حب عربي عماني بر رقم واحد. والله يا ابوك ودك تاكله روحه، شفتوا الكورن فليكس هالنمونه، هذا طعمه هالنمونه الحين بعد ألذ عن هذا، وطعمه حالي طعمه لانه ما في كيماويات، مزروع الطريقه البدائيه في عمان، هاي طريقه تم من حول يي على دارك حيه يا عاير، يعني عمرك ان شاء الله على قد حب هالعدود اللي طحناها. نعم ثلاثه استوى كل عدل ابوي ما في اكثر عن 30 كيلو، لكن يا ابوكم يوم يقول لكم عيشه يوم ما تدافع عن عيشه سنه، من تحط يك فيه بيوجه ما يكمل بيخترب، والفريزرات كبر نحط في الفريزرات
خذ موبايله تبارك الرحمن. يعني شاء الله في ميزان حسناتك يا عايض، مشكور ما قصرت طال عمرك. بارك الله فيك وفي عمان حكومة وشعبا، وأخص بالذكر صحم. هي نعم، لأن جاينا أبوي من صحم، وصحم ما شيء منها إلا كل زين. عمان بكبرها أرضهم طيبة، بكبرها أرضهم طيبة. عمان لو بتحط بليوته أصبحت الصبح مشبية. أرضهم زينة وهلها زينين، وهم أيواد وهالكرم. لو أجعل الواحد ما عنده إذنه من تجبل عليه والله يا كلمة مرحبا، مسير يومين وده يحط لك خد مداس من الكرم اللي فيهم. فيهم كرم ما حصل على ذكر ولا أنثى لين اليوم ولين بكرة إن شاء الله. الله لا يغير عليهم إلا إلى الأحسن. هالعمان هاليود ومعنى ومذهب وأخلاق عالية، يسدك ملاقات البنات. كلمة طيبة عندهم يا الله ما شيء كثرها، الكلمة الطيبة ما شيء كثرها عندهم، وأفعالهم طيبة ورجال. الله يحفظ إن شاء الله بلاد المسلمين أجمعين. حزلي شوي يا ابو. شوف حزلي بعد انت. انا ادري عنك اجل، رمس لي تلمه يعني وقفت على بحزلي. ها شوف المحمر، شوف المحمر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المحمر. ها هاي صنية وهاي صنية. ايوه بارك الله فيك بارك الله فيك. ايه يا هلال بن محمد، الصيح اذنيك الصيح اذنيك يا هلال بن محمد. ها شوف الحين عاد وقت الحلا، الحين ياسين نحلي نودم ابوي. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا حبيب بارك الله فيك. ليت يوم يابت يابت 75 واحد شراتك منها. يلا يلا يلا، عاش عاش عاش. ها سنتر سنتر، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه علي. يلا يلا ايوه، كربع بربعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن. طال العيش انت، شوف العيش انت، روحه كل حب على راسه تحرى بلاليط العيش. هب جاي انك هميج ولا جاي انك حب يترابعها؟ كل حبه على راسه رايبة، الحبة كل حبة رايبة. يوم يقول لك رايبة هذه رايبة. ارمس بتحكى. عاش عاش حفيظ. يا سلام يا سلام. ايوه بعد مرة ثانية سيم سيم. يا الله يا الله يا الله. بعد هني وحدة الوحدة. يا سلام يا سلام يا سلام. بعد حسبها انا ابو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بارك الله فيك يا حبيبي. الحين عاد يحطون الحشو. ايوه الحشو من فوق هذا، لازم الطماط ما يكون من هرس، الطماط ما يكون من هرس، وايد ضروري الطماط ما يكون من هرس.
يا خالد الخالدي، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ هذا التين طال عمرك مثل ما تشوف، هذا مال البيت ما شاء الله. ابوي هذا كله وانا ياس اتري الحلاق وشد انه لطعني لين الحين، وهو بعد ابوي قال انا عندي ترخيص سايد بلديه وعندي ما ادري شو رخصه ما ادري مخالفه مسوين علي الحلاق، ولين الحين ما هضل. يعني ما بالله انا الحين نتاخر على الحلاق، لا حتى الحلاق يتأخر على الزبون. فهاي ابوي شكوى منه للبلدية او بالمال الحماية المستهلك ان ابوي ياخذون لنا الحق من الحلاليج، هبلنا احنا نتأخر عليهم حتى هم يتأخرون علينا. واشهد اني رديت ابوي بويه المجشعر البيت مرة ثانية، وحين برد ابوي بيتي ولحيتي منين برد اتحلق الا في البيت. غرب اللهتك أرابيل النص هي يزم حلاق، والله العظيم قربله هلا ما قال لي هب ياي، قال لي بعد شوية نص ساعة ربع ساعة لين عد يعت. مساء الخير يا أبو ياس. يا مرحبا. عطنا عطنا رأيك في شو بالمحمد طال عمرك مال خالدي. والله درج جو لما الخالدي أبويا شيف صراحة، اللي ما يأكل كان عد طبيخ الخالدي ما أكل شيء صراحة. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي الخالدي كيف حالك؟ كيف الصحة؟ شوف هذا الممان، هذا الممان ممان الجبل الأخضر، أنا زرعت منه شتلتين تبارك الله تبارك الله، سكر سكر ما شاء الله تبارك الله. هذا الرمان لزوم المحمر، الرويد والجرجير وبصل خضر وبصل هذا وهذا ابوي المطفي، وهذا عاد حبل الشنعده قالوا حطوه ويا المطفي، وهذا ابوي المحمر، ولازم ها لازم ادهينه لا بد ولا ولازم هالطريقه ايوه، ونحصل قرص بيض مقلع خلف عن كل شيء، لازم وقت القرص البيض المقلع روحه هذا ما ينخلط ويا هذا السمك، لكن لقمة هالنمونة ولقمة هالنمونة شيء يكون دواء. ولازم البيض يوم يتقلى القرص يكون ملح زايدة يكون جامي، والمحمر حالي، وهذا الطريقة الثانية عادي قطيعة حبل من حبل سير صغيرونه من الحبل، وترد وتاخذ الله يحفظك بعد شويونه من المطفي هذا اللي هو الشنعد مخبط شنعد وشويونه حشوها، وهذا يسمونه غدا نواخذه، هذا في وقت السنين الاوليه نوخذه، هذا غدا البحريه ما يطعمون البرانيوش لا، استوي إسراف تبذير إلا كان فالجين دانة، فالجين دانة هي نعم تستوي أبويه ويبتم برانيوش، ويكون عادة
متشرم عليهم انه وخذها ومكر منهم فالجين دانه ولا حصباه. يلا شو خليت يا بس توني يا توني توني يا توني تا 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 عنبرو يا عنبرو سرق ربي يضربو عنبرايا عنبرا عنبرايا عنبرايا قطعه سكره عنبرايا عنبرا توني توني تعال تا 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 توني توني يا توني توني يا توني قبح الله تهلويه الجبيه يا توني عنبرايا عنبرا عنبرايا اي لا يدخل الداخل توني يا توني تا 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 عنبرو كرهتي المكروه اوي حو 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 باتا يو فايد ات باتا يو فايد ات ادي 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 سالتا توني 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 باتا كيف ميري سالتا الوساج سي يو نيد ات سيت نو نو اونلي ذيس يس. كم كملت الحين انا في الطريق؟ اكثر من ساعه الا ربع. بغيت اعرف كيف يشبكون البلوتوث كل يوم اشبك. ترى ارمسكم بلوتوث يا غير اليوم ما طاع البلوتوث يشبك ويا التليفون. شفتوا اللي مسوي غياض هالنمونه؟ شرات اللي مسوي غياض وحاولت لين الشده ما شي فايده. اخر شيء والله احتديت اركب السماعه. زي شو اسوي؟ شو اللي اقدر اسوي؟ مرتين والله اني صفت على الطريق وانا ساير مرتين ثلاث. كم مره بمره اوقف على اساس اني بيشبك البلوتوث ويا التليفون؟ ما طاع ابوي ما بيدي حيله. الحين تعد جريبه وصل طريف وانا بعدي ما نزلت ولا سناب بالرغم ان شيء عندي موضوع ضروري تدرامسين فيه من مده طويله قبل تقريبا ثلاثة اسابيع. موضوع كان يخص المراه اللي هي سيده المجتمع. كان الموضوع بدايته ان السح يبقى خصافة والخبز يبقى طرافة والريل يبقى لطافة. وكان الموضوع هاك اليوم بداية بالحرمة اللي من يجبر ريلها كانت لتشبده نبا ونبا 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 ما خلت يتريى لين يليج فرض الله ويستريح. عقب تخبره باللي في خاطرها. هاي كانت فئة بسيطة من النساء، فئة بسيطة ضئيلة لا تكاد تذكر لكن موجودة، وكنا نبي نتخلص من هالفئة. والحمد لله وصلت الرسالة، ولكن حد فهم عدل. اللي فهم عدل هذا هو اللي يبي يفهم، لكن اللي فهم غلط هذا ما يبي يفهم من الأساس. يعني في بداية موضوعنا يا الله يحفظكم تخبروا أني عن أبو خالد. أنت دومك سعيد ودومك مبسوط، ما تشوفناك متكدر. ليش تكدر؟ في شيء يستاهل في الدنيا يجيب الكدر؟ يجيك الكدر في بيتك يا الإنسان وفي عقر دارك يوم أنت مقصر في حق عيالك، في حق إخوانك، في حق خواتك، يارك، صاحب، الصديج، عابر الطريق، في حق الله. لازم بيتكدر مزاجك. لكن يوم أنت مرضي الجميع كيف يعني بيستوي أنك أنت بتضيج؟ وبالأخص مع عيالك. الحياة الزوجية، الحياة الزوجية استمراريتها بهدوء وبدون عواصف بدون طحنة الزمان التفاهم، تفاهم بين الاثنين، تعرف الليلك واللي عليه. عشان تكتمل الحياة الزوجية بما يرضي الله وتعيشون بسعادة شيء حقوق وشيء واجبات. إذا الكل من الاثنين من الزوج والزوجة قام باحترام الحقوق والواجبات الزوجية أبشر بعيش تنهنية لا فيها لا صدع ولا ديانة. إذا كل منكم أنتوا يا الاثنين احترم الحقوق والواجبات، ترى شيء حقوق وشيء واجبات. إذا الكل منكم احترم الحقوق والواجبات وأدى الحقوق والواجبات اللي عليه أمورك طيبة، أمورك طيبة وكلها سهالات. رب العالمين بيسر لك أمورك. أذن المغرب طلق عماركم وصلينا في طريف. صلينا في طريف واللي صلي بنا ريال أقول في خاطري هذا الحس حس زلمة وقرايته هاي القراءة الفنانة الغاوية والصوت
صوت فقراته صوت زلمه في خاطري ما يدرى هذا ظني من اللي يشتغلون هني من هاي السوريين ولا من بلاد الشام ولا من الاردن واشوفه سلم علي واقول له انت منو هذا الري ما شيء شي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقرات هاي القراءه الغاوي الحين اللي واجبه انا اريد اعرف انت منو الحين. انا غيث من ضاعم من السودان غيث القبيسي. والله والنعم. نعم بحالك الله يحفظك يبارك فيك. الله يبارك قراتك زينه وصوتك فنان يعلى الله يحفظك. الله يسلمك ان شاء الله. جزاك الله خير. اليوم الحين انا شفت حياه الله يحفظكم في ينبي عروق ميته اكثر من 40 سنه. هذا صلي على يميني زين؟ وهذا الرجال كان على يميني وهذا الرجال على يساري هذا الرجال الله يحفظكم أحيا من ينبي 76 ألف عرج هذا خاتم بن ضيدان بن محمد بن صلهوم القبيسي عدي بالأول في مدينة زايد يا ربي يا زين من وقت أقول في خاطيها الرجال منو هنا والخيبة خيب خاتم ضيدان القبيسي والله والنعم حالك خاتم كيف انت طيب ما شاء الله عليك ما شاء هذا من خشب الاول يوم يقولون خشب الاول هاي خشب الاول اسوي عيب عاد ايش بتسوي عاد من قلت لا حيله تايل طايحه ما عليك باس الحين الاول دين زايد انت عندك موتر سيكل بطبطه ام شراء حمراء ولا تاكسي انا متخادي صدق والله عندي تويوتر تيوتا ايه مسمينها ام كلثوم ام كلثوم ايه نعم يا ربي اسمها بالله عليك السيارة شو اسمها ام كلثوم كوريلا ايه والله يا مرحبا مليون يا مرحبا منو مشاهد باب بيت ابوك ها في مدينة زايد مشاهد بيت ابوي اللي يطول لي عمرك عوض بن صلهوم لا 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 عوض بن صلهوم مشاهد بيت احمد بن سالم القبيسي يا لا بيتك انت يارنا سعد بن صلهوم على يسارك بيت سعد بن صلهوم لا على يمين لا على يسار بيتكم ايه؟ وعلى يمين بيتكم بيت خموسه خميسي على هالجنه بيت احمد بن سالم ايه؟ مشاهد بيت خميسه بيت عوض بن صلهوم عوض بن صلهوم انزين مشاهد بيتكم انت منو والله لا بجلب الذاكره ما ادري لازم تجرب الذاكره ثريا ثريا ما شاء الله عليك لقد صبت الهدف ها؟ هذا يوم يقول لك مسير الحي يتلاقى يوم يقول لك مسير الحي يتلاقى الحي يعود يا غير اللي ساكن تحت اللحود ما حول عوده خلاص في مال الله يا الله يا رب تكافينا كل شر وتحافظ عيالنا عيال المسلمين والله يبوكم يني عرفته وهو ما كان متجلود هالنمونة عيال ما في زود كبر هو فقير خاتم ما أدري شو هالنمونة جلود به هيك الأول ما راف بعمره يا الله دتش كان يدتش الله يحفظه ما شاء الله عليه خاتم يا الله بالوصف يدتش الأرض في يظهر ماء قو اللي في الدنيا كله فيه يا الله يحفظه ويحفظ عيالنا وعيال المسلمين أجمعين يا رب العالمين حليلك يا خاتم والله إني فرحت بشوفه نحب نرد نكمل القصة لين حمد تفين نكملها إن شاء الله اتفقنا وخلصنا وأجزمنا إنه شيء حقوق وشيء واجبات لكل من الزوجين إذا إنه كل منهم أدى الحقوق والواجبات اللي في ذمته تجاه الزوج يدي اللي عليه والزوجة تدي عليها اللي عليها معناته أبوي الدنيا بتعيشون بسلام لا همك الله لا صدعه لا ديانه خلصنا من هالموضوع وابتدينا حين بنبتدي لكم شو الخطوة الثانية موضوع العلاقة الزوجية موضوع الموضوع الأسري هذا موضوع متشعب وكبير لكن نحن بين فترة وثانية أتيني تلميحات أو طلب من حدا المتابعين داخل الدولة ولا من خارجها إنك يا أبو محمد برجاء تطرح الموضوع هذا نحن هاليتنا وصدقاننا وخواتنا وريالنا وحريمنا كلن يسمعك ترى نحن خلايين فالمشاكل الأسرية يبغي لهم مليون بروفيسور لكن نحن قيس خبرتنا باللي الله عاطلنا علم فيه وعلى حسب مخالطتنا ويا العالم وسيرتنا وياتنا
من يوم نحن ياهالي نحن خطف ثلثين العمر، ف لله الحمد يعني كسبنا خبره وايد كبيره بمعاشره العرب. معلوم اني انا مش اختصاصي المواضيع، لكن هذا شيء يطرح علي ويجيني وينخذ رايي وانا ابدي رايي فيه. هذا مجرد راي، الراي يخصني انا، حد من العرب يستصيخ للراي هذا ويبى يسمع الكلام، حد من العرب ما يبى. فهذا الشيء الانسان حر على هواه. انا مش حاط عمري بالعريف ولا اني انا دارس فقه وقانون، لا، انا انسان عندي معلمتني الدنيا، ولا الدنيا مشرقها ومغربها، مخويطنها مخويط، ما نسب الطلاق زيادة على اللزوم مرتفعة، مش مرتفعة بس، مرتفعة وايد. شو السبب؟ جهل الأزواج والزوجات بالعلاقة الزوجية، ما شيء خبرة، مش ما بلاقي لهم حد يثقفهم عن العلاقة الزوجية قبل الزواج. اللي لم تستحي أو ما بمتفيقة، واللي أبو مشغول أو ما لبارض يرمس ولده ولا يرمس بنته. على تكلم نوحي مخلينهم هاي واجهون الدنيا هذه، ما حد علمهم، ما حد ذهبهم، ما حد علمهم المعنى، طريقة احترام الزوجة وطريقة احترام الزوج. ما عندهم خبرة، ما عندهم خبرة، طارين في الانترنت ويا التلفزيون ويا المحاضرات في الجامعات، ما عندهم أي خلفية عن هالمواضيع. قلة دراية الزوجين بالليلهم واللي عليهم من واجبات ومن حقوق كل واحد تجاه الآخر، هذه اللي هي تخلي تستوي الوقعة، تستوي المشاكل. شيء بسيط لا يذكر يستوي عليه طلاق، يستوي عليه هدم أسرة، هدم أسرة توها متكونة من سنة أو من ستة، وشيء منهم حتى ثلاثة شهور ما يكملون، ثلاثة شهور شهرين ما كملوا، ما توعظهم إلا تطلقوا. يعني معقولة؟ صندوق شيخ زايد للزواج، صندوق الزواج، من شروط أنك أنت تحصل المبلغ هالي بيعطونك إياه، لازم يكون الزوج والزوجة دخلوا دورة تثقيفية، دورة تثقيفية طريقة معاشرة بعض، كيف الرجل يحترم المرأة وطريقة احترام المرأة للرجل، وطريقة ان كل واحد منهم يقهر الثاني. فاحتدوا انه يعلمونهم طريقة معاملة بعض، لان اللي بوي يستحي واللي متخيل، بالرغم من ان المعاملة هذه الرجل كيف يعامل حرمته والحرمة كيف تعامل ريلها، هذا شيء ناخذ بالاكتساب، شيء مكتسب، لانك انت يا الرجال عايش ويمك وابوك، تعرف ايش قال يتعاملون، وانت يا البنية عايش ويمك وابوك تعرفين كيف يتعاملون. فهذا شيء بالفطرة ينخذ، ما يبال دراسة، لكن حد منهم الله المستعان. فان كانت نشأة الولد في بيت أم وأبو بينهم الاحترام، بينهم التقدير، بينهم المودة، وبينهم العشرة الزينة، تراه أبوي بيطبق هذا الشيء اللي يشوفه، لأنه اكتسبه من الخبرة، من المعاشرة، بالفطرة بيطبقه في بيته. والحرمة والبنت كذا الأمثال، إن شافت اللم مع أبوها عايشين في سعادة وفي ود وفي وئام، لأنها بتكتسب الشيء هذا، فبتطبقه في عش الزوجية الجديد هذا. وإذا أنهم اللم واللبو عايشين في طوفان إلا السيفري والترسلك، السيفري والترسلك، يا عثرة الريل من الحرمة، ويا عثرة الحرمة من الريل. إذا أنهم عوايلهم عوايل غير، إذا كان اللبو دومه وقعه ويمه ويا حرمته، عيالهم أبوي يهنمون بيش بيقلدوا اللي يشوفون، اللي فينا نخلفه على بنينا، اللي فينا نخلفه على بنينا، نشوف أمهاتنا وأبهاتنا إيش قال يتعاملون، انتحرى نحن، هاي هي العيشة. ما ندري إن الناس عايشة غير، لأن هذا الشيء
اكتسبناه من عيشتنا ويمهاتنا وبهاتنا، فنطبق اللي يشوفه عند اللم والابو على حياتنا نحن الجاية هذه. وفي حال انهم الاثنين نشأوا نشأة صالحة، عائلة مترابطة سواء من اللم ولا من اللبو من جد المعرس، ومن اللم ومن اللبو من جد العروس، أبشروا بالحياة السعيدة، بيعيشون سعداء طول حياتهم، دب الحياة بيعيشون من أسعد ما يكون، لأنه ما شيء عليهم قاصر، ما في شيء يكدر صفوهم ولا يخرب مزاجهم، ولا أنهم مكتسبين شيء مبزين في حياتهم، عاشوا بأمن واستقرار ويا اللم واللبو اللي اكتسبوه من طيب ومن معنى ومن احترام، بيطبقونه في حياتهم الأسرية الجديدة. فهذا تأثير مباشر، مش إلا غير مباشر، مباشر داير في النخاع، لأن الإنسان على حسب ما أنشأ، على حسب التربية بالفطرة إيه. فبين فترة والثانية نفتح موضوع أسري، نفتح موضوع اجتماعي، مفاده ان يعني نحن كل اللي نباه ان الأسرة تعيش في ترابط وتلاحم، لين كل من منهم يدفن الثاني، لين يدافنون يعيشون بسلام، هذا منهم يحلف براس ربيعه. هذا اللي خلينا نحن بين فترة والثانية نتكلم. فأول قبل أسبوعين ثلاثة نحن فتحنا موضوع الحرمة اللي تتلقف الريلها بالطلبات أول ما يجبل، اليوم لا، اليوم نحن نتكلم عن موضوع الرجل، الرجل وشو تقصيره في حق المرأة، والمرأة شو لها من الحق على ريلها، لها حقوق وايدة، وانت يا ريل شو المطلوب منك انك انت تسوي لاستمرار حياة سعيدة. فاليوم بارك الله فيكم في جزئية بسيطة بالروم نتكلم بها عن الزوج، واللي له واللي عليه، اللي له واللي عليه من الواجبات تجاه الزوجة، تجاه بيته، تجاه عياله، تجاه الليلة، تجاه ملاذه الآمن، تجاه استقراره، تجاه عيشته، وطريقة انه يواصل عيشته الطيبة بسمعة طيبة براس مرفوع بدال محاكم وقال وقيل ومصايب والسيف لي والترس لك. فاليوم بنتكلم عن حيثية طريقة انك انت كيف تعاشر وكيف تقدر تكمل، لان هذا واجب عليك وفي رقبك، على رقبك لين تقوم ناقة صالح، هاي شيء واجبات عليك، واجبات لازم انك انت تأديهن. أول بادي لازم أنت يا الزوج تتأكد وتيقن 100% مجرد ما العائلة هذه وافقت بنسبك ويوافقوا أني عطونك فلذة كبدهم، أني عطونك بنتهم، أني عطونك حشاشة يوفهم، يعطونك عيونهم المركبة، هاي البنت هاي ما بس عنزلوس خلا، بنتم ربوها ربع من يوم هي لحمها الكبير لين قدت خيل فرس طولها طول وعرضها عرض، عطوك اياها صاحبة 16 شي كرم من هالاهل اللي بروك عطوك عز ما يملكون مهما تكون انت. يا عساك إن شاء الله تكون الشيخ براسه، يا عساك تكون ملك الملوك، استغفر الله، ما شيء أكرم عن هالعائلة اللي أكرمك بهالتحفة، أكرمك مهما تكون أنت، ما بتزيد على كرمهم، إن عطوك أغلى ما يمتلكون، عطوك أغلى ما يكون عندهم، اللي هو حشاشة يوفهم، حشاشة يوفهم عطوك فلذة من كبدهم، عطوك قطعة من جبودهم، شيء أغلى عن الظنة، ما شيء أغلى عن الظنة،
وعطوك إياه، عطوك الشيء اللي لا يقدر بثمن. مهما كانت وظيفك، مهما كانت طائفك، مهما كانت قبيلك، مهما كان أصلك، مهما كان عندك ما عندك، هذا كله ما يسوى دوسة جدم بنتم. بالنسبة لهم ما يسوى دوسة جدم بنتم. ولكن في بعض الرجال وبعض الأزواج ما بكفوا كرامة، اللي هو هذا يسمون اللئيم. ترى إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن اللئيم إذا أكرمته تمرد. هذا نوع من أخبث وأخيس وأعفن أنواع اللؤم، إنك أنت الهدية اللي لك، الكرامة هذه اللي أكرموك هالعائلة، إن كان بركات أمك أو بركات أبوك أو بركات أصلك أو بركات اللي كان، من بعد الكرم هذا اللي أكرموك إياه، إنك أنت تهينها أو تنقص من شانها أو تعايرها أو إنك تخلي تنظر لها بنظرة دونية، إنها إنك أنت أصل عنها أو إنك أنت أخير أو أرفع أو ثقافة أكثر أو إنك أنت تنتمي إلى العائلة الفلانية أو النسب العلاني، فتتعالى على الهدية اللي جايتنك من الأسرة الفلانية. هذا أخبث أنواع اللؤم في الكون. نعم إن أخبث أنواع اللؤم، لكن قدر الله وما شاء فعل، عطوك بنتم. توقعوا إنك أنت مشابه أبوك ولا مشابه خوالك ولا مشابه حد مشابه سميك، طلعت والله الحم تضب، طلعت والله ما تسوى قيد قعود. حين هذه بلوى ابتلوبها، ابتلوبها. سمعتوها بلوى الغافلين؟ هذه بلوى الغافلين. انغشوا، انغشوا بالصيت بالسمعة، استعيلوا، حد هاهم، حد بهت عق عليهم هالبهيته. انت عبارة حين بهيته مستبهتين من عقب مهاك صيت اللي سمعوه عنك يوم انكشف ولن حشف، يوم انكشف ولن حشف، لانك ما تسوى شفطة عام. طلع ابوي المعرس ما بكفوا كرامة ولا بكفوا حشيمة، جزى الاحسان بالعصيان، جاز الاحسان بالعصيان، وجاز اليود بقل الذات وقل العناية وقل ورد. آزم يترفس في بنتهم، آزم يعق عليها كل كلمة أكبر عن الثانية، آزم يغلط في حقها، آزم أمور لم ينزل بها الرحمن من سلطان، فيتم يعاملها بسوء المعشر وعدم التلفظ بالألفاظ الجيدة أو الزينة، فهي تازم مغبونة طول عمرها، تازم متحملة ضيمة وظلايمة لجل العيال أو لجل خاطر أمه أو بركات عمه أو بركات أبوه أو بركات العيال أو بركات أي كائن كان، فتازم طول الوقت شرات المهمومة تلقط الصيحة دمعتها عن طرف عينها. شو السبب؟ أدنات الدون يجرحها لأنه محصلت لها ريل ينششها بالخيبة ويلسها ملعونة اليدان. كيف بتعيش؟ كيف بتعيش؟ شو حياتها؟ للحديث تتمه، وإن شاء الله أن اليوم قبل ما أرقد بنكمل الموضوع إذا الله جعلنا من الحيين. وناس الكهرباء طافية وين؟ بندت الكهرباء ونحن نتغدى، تغدينا في الليوان. شوف أنت. إي والله. تغديت في الليوان؟ إي. ما كان حر اليوم؟ إي حر. حر موت. حر لا بقى الضحايا. لا إله إلا الله. ذوق وخليك ذوق. شوف أنت. الهواء بايت برش خفيف. شو تغديت اليوم؟ شو تغديت؟ تغديت صافي. حيك. إي. زين. اليوم ترى نحن عشانه والتعشى عندنا.
صافي مقلب وصافي مشوار. انا ابوي باشر اكل لي اللحم. لحمة حوار. ايه. يا ربي منك يا ابو ناصر. شو عشاك؟ شو عشاك عمي؟ عشان اللحم. لا عاد شو مسوينا؟ ها؟ شو مسوين؟ فوقه. حد يسميه فوقه، حد يسميه قبولي ولا؟ هي. كل حد هو فوق المجبوس كله واحد. مجبوس وفوقه وقبولي. هي هي. وقلت له سوها لحمة شو عادة؟ لحمة حوار. انزين قلت له سوها، قلت له سوها هذا. الو مرحبتين مطح. انزين ابو ناصر شي صيد ولا ما شي صيد؟ والله الصيد هينا تبصر كيف؟ هي ما حد عندنا احمد. ايه بديته ما شاء الله. ابو محمد اليوم صايدين خير. هي الحمد لله الله يعطيهم يستاهلون. بعد مرزوق امس صايدين خباط وايد. ابو مرزوق؟ هي هب امس اسبوع عليه خطف. هي هي قبل. هي هي لفح عندهم. هي ما شاء الله ابو عبد الله ابدا. حتى احمد بديته يلفح. هي شي صدتوا؟ ياب كم من جش الحمد لله. بس مرزوق ما شاء الله بي 30 خباط في نص ساعة ابدا. ما شاء الله. هي بورد عاقين بورد وابدا ثلاث 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 ان شاء الله بي الخير. حضيض حضيض يا ابو عيد ابو محمد ابو عبد الله. عبد الله حضيض ما شاء الله. ما يريد يتعشى؟ ما يريد يتعشى؟ لا بي بي قال ما في علي محمد ما كذبه. لا خيوها شبلاها ما صار شيء فيها. شو الصروم تقولها؟ شيء صار من داخل؟ الصروم مال من زمان. هي ومسويات ميح الكرب. لا لا شيء فيه قلب. شيء ما فيه قلب. صار ما بلي قلب كيف؟ ميتات؟ ميتات. ثلثين ميت. لا حول. والباقي هذا نظفوا عنه البارحة. البارحة مو باليوم. منو عمالكم ودي له عمالهم؟ لا 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 عمالهم. هي عمالنا وين يصيرون حليلة؟ عمالكم مشغولين؟ شغلكم روحه ما شاء الله ما يوجه. وين؟ ايه نعم بسم الله. يلا تعال. وين اخطف افتح الباب ما اريد ان انا فرق. تعال انت سر ما شيء تم يريدون يتعشون تعشك الكلاب الضاله. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك الله. ما زينه ما زينه ما زينه ريحته. هاك السولي هاي جشه صافي الحمد لله فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. ها بشيكم التاوى العودي ابناها جاهز. ثانك يو. عشان هذا محمر ابو ظبي وصل ابوي شوي هاك. هذا محمر ابو ظبي وصل شوي هاك. وهذا ابوي هذا ابوي صافي لنا. وهذا شيلاني وهذا دياي المشواي وهاي سلطه وهذا ابوي صافي مقلب وهذا دياي لمن يرغب من الغبار. يلا وفيه العافيه. هذا ابوي هاي صافيتين. اي الخيبه. زين هذه ذكر اللي تشوفونها الطولانيه وهذه اللي ظهرها مدبب ومقوس هاي النتيه الانثى. نعم والانثى يطعمها الذ والحمته ترفه ويسعد حظه اللي بياكل من بلح صافي النتيه. نعم نرد على موضوعنا مال مغيربان اللي هو حاليا حد من الشباب من يتزوج وتكمل حرمه فترة معينة يتحرى الواجب اللي عليه بس سكن وأكل شرب فقط ما في أي شيء ثاني. الحياة الزوجية تأخذ الحرمة تحطها في البيت تأكل وتشرب وعايش فقط لا أكثر ولا أقل. لا أنت فاهم الموضوع مش اللي غلط بالجلبي انك تتحرى عمرك ماخذ الحرمه بتطعمها وبتكسيها وبتشربها وبتسكنها بس هذه الحرمه انت على هالاساس ماخذنها يعني ماخذنها بس الا هذا هو؟ لا يا حبيبي انت فاهم الموضوع عن بكره ابي بالمجلوب. اللي انت تسويه هذا كله هذا جزء من المعاشره الحسنه جزء بسيط. الجزء الاكبر انت بعك حتى ما بحثت فيه. المعاشرة الحسنة مفهومها
بعيد عن هذا اللي أنت سويته. مفهوم المعاشرة الحسنة بعيد فرق السماء الأرض من اللي أنت سويته مي واحد بالمية من المعاشرة الحسنة. المعاشرة الحسنة تكون بالملاطفة، بالنكتة، باليلسة، بأنك تخصص وقت معين أنك تجلس ويا أهلك، تجلس ويا عيالك، يحسوبك، يدروبك، يكون لك كيان، لك وجود، لك حس في البيت. هذه المعاشرة الحسنة. أنا ما أقول أنك تجلس من تصبح لين تمسي تودر أشغالك وتودر ربعك، لا، حتى لو 15 دقيقة، 20 دقيقة من 24 ساعة، 20 دقيقة تخصص لك من خاطر، لا تلفون، لا مسج، لا منك، لا إليك، لا عندك، لا دونك، بس تكرس كل أحاسيسك لهلك، أم عيالك وعيالك. ما ترمس زيد، لا ترمس عبيد، لا تخوض في مشاكل، إيلس، خلي يعرفون اللي في داخلك، خلي يعرفون حقيقك، شو تحس فيه، شو تحب، شو يعيبك، شو ما يعيبك، شو يعيبك من تصرفاتهم، شو يعيبك من خدمتهم، من لبسهم، من 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 أي شيء من اللي تسويه لبني بنيك بحرمك. لازم أنت يكون لك وجود، ما بأي وجود، وجود محسوس وملموس، مش بالأمر، لا، الإحساس، إحساس الوجود هذا لازم يكون أنت جالس لو 20 دقيقة. العشرين دقيقة هذه تخصصها طالع عيونهم، يشبعون من شوف عيناتك، يشوفون لون عيونك من داخل، شو التطور اللي طرأ عليه، يشوفون حياتك أنت كأب، شو وجودك بالنسبة لهم. لازم تكون موجود على الأقل 20 دقيقة. العشرين دقيقة هاي أول 15 دقيقة بتصحح مواضيع وأمور وأشياء ما تتصور، فوق ما تتخيل. المواضيع هذه مهمة أنك أنت تصححها بوجودك بين عيالك، مشاهد حرمك، بينك وبينهم نص متر، ربع متر، مب حسين في الشام وجثته في كربلة، تيلسم كأنك باشا وهم الخدم، أو أنك أنت الرئيس وهم الوزراء، لا، تعيش وياهم في نفس المستوى، صداقة تظهر من شخصية الإمبراطور المتجبر أو الإنسان ذو السلطة، لا، تكون صديق، تكون حبيب، تكون كل ما تعني الكلمة من حضن عام، حضن دافئ من الأب للبنت وللولد وللزوجة، هذا تعني الكثير، تقرب المسافات بينك وبين هلك، بينك وبين أم عيالك، بينك وبين ولادك، بينك وبين بنيك، حتى لو صغيرونة، حتى لو عمرها 5 سنين، تبى الحضن، تبى اللوية، تبى الكلمة الطيبة، تبى أبوها يكلمها كأنها حرمة. الولد صغيروني هاي يبى أبوه يكلمك كأنه رجال كامل، مب بالفتنة وبالزعيج وبالأمر وبالتسلط وغادي فرعون زمانك. الكلمة الطيبة، الثناء، المديح، المغامز، الابتسامة، حتى الغمزة، يوم بتغمز لها مع عيالك لازم تكون سمونه حق تغمز لها، لازم يكون يعني سواد وي حق تغمز، يعني الحلال ما يغمزون له، الحلال يغمزون له ويغازلونه ويدلعونه ويدللونه ويقولون له يزا حوبه يدهينه لا تتشبين. الدلال والغنج والبزة للحلال، ما بالحرام، ما بالهايك المطرجة، هايك اللي خاطفه وشفته، هايك بوي تبع جوتشي، تبع شنطة جوتشي زين يا الخروف، تبى أبوية تدي عن خياطها، تباك أبوية تدي فاتورته، ناهيك عن عيد ميلادي، ناهيك عن ما أدري منو يطالبني،
والخياط يطالب والفاتورة تطالب وعندي الظرف الفلاني وعلي قرض ونش أد هذاك أبوي بتروم عليه. هاللي في البيت شو يبان؟ تبه الكلمة الطيبة، تبه هدية بين يوم. هذا اللي في البيت هذا اللي تباه، اللي في البيت عندك تبه زخت اليدين، زخت الصبيعات، تحبب أطروف أصبوعها. ترى أم عيالك، أم عيالك، بنيتك هاي صغيرونة، وليدك صغيروني، هذا يدور العطف يدور الحنان، حتى لو جعله لحيته موزرتنه لين صدره يبقى العطف. وين يبون هذا الحنان؟ هم في حاجة الحنان، مثل ما أنت في حاجة الحنان، هم في حاجة الحنان، في حاجة الحنان. الحرمة وين بتحصل الحنان؟ لازم نريلها، لازم نريل الحنان. الغنج والدلع والبزة منو بيبزيها؟ لازم تنششها والعذرة وتمسيها والخيبة. هذا الشيء اللي نحن عديناه حاليا، هذا يقوي العلاقة، يبعد البغضاء، يهون الشحنات اللي داخل الخطر، يبرد حرارة اليوف. لو في مستوي بينها وبين هلك اللي مستوي، من تقول هالكلمتين طاح الحطب. شين من هلك وشين من كنت، يعني شين وقوات عين ما يستوي. لازم تبهنيسه، لازم الكلمة الطيبة، لازم المعاملة اللطيفة بينك وبين أهل بيتك. لكن بيني وبينكم اللي حاصل العكس، اللي حاصل الله يحفظكم العكس، ويرباعته ويرباعته تظهر نقاقته من كثر الصجيع. الصقعة ينسار عليها مصير يومين صقعته، والابتسامة الرحيح تظهر، الرحى يظهر، والنكت بين وبين رباعته ما شي كثرها، والضحك والسوالف والمغيات وعندك ودونك والمزح اللي ماله أول من تالي. يا غير مني البيت آزم يا بوك غير سمون وممزور هذاكي، يعني بين دحق خطر عليه ينفجر. كل يرمي السم بصيغة الأمر، وكل يرمي السم بصيغة اللي هموم الدنيا كلها عليه. بس البيت، ومن يظهر من برا البيت شوف انت شي غدي، شي غدي غدي واحد غير عن الشخصية اللي هي في البيت، ها شخصية اخرى. هذا اللي حاصل حاليا في البيت، يغدي او غد عن محد، وخارج البيت يغدي ابوك ملاك، وبالاخص ويا زبانية النار رباعته، ويا زبانية النار محد اسوى عنه. يغدي بريسم، لكن ويا حرمته وعياله يغدي لكم كلب مقطع لذاني. شفتوا الكلب؟ الله يعزم عليك والسامعين، الكلب ترى يقطعون اذنيه. شو هالاول؟ الاول الكلب، ما تشوفون الاول الكلاب بترات اذانيهم؟ شو يسوون؟ يبترون اذنيه الكلب ويشونها ويطعمونها اياه. يغدي واحد شري، هذا الاول تنمونه يسوون في الكلاب، يقصون اذنيهن ويشونهن يطعمونهن اياه فياكلها الكلب، فيغدي شرس، يغدي شرس ما يتقارب. هالنمونة الحين حد من ريال يا اخي ما يستوي. ترى هالبيتك الهم حق عليك، الهم حق. رب العالمين بيحافيك، رب العالمين ما بيسامحك انك انت هذا كله برا، يومتي البيت تغدي نسر؟ معقولة؟ معقولة يعني؟ الهم حق هلي في البيت، صاينت لك بيتك بعفافه وبشرف وبتربية العيال، ومحافظة على البيت وسمعته وعلمه وخبره. ما لها قدر هاي الحرمة؟ ما لها مكانة الحرمة؟ ما لها نصيب من هالابتسامة وهالصجيع اللي عند خلق الله كله؟ هالصجيعك اللي ينسار عليه، هذا ما لها نصيب منه؟ يا أخوي صاجع عند الحرمة وناجع وضحك، حتى لو ما شيء مشكلة، أهم شيء أظهر لها الجانب الخفي الجميل، أظهر لها الجانب الإيجابي،
أظهر لها الابتسامة فقيرة. وين تصير دور الابتسامة؟ عند الغريب. تبنتها النمونة ما لقطتها من رأيلها حلالها، حلالها اللي الله حالنا لها، وين تبغى تصير تدور هالشيء؟ أنت يرضيك؟ أنت ترضى على عمرك؟ ترضى على عمرك؟ أنت ترضى على عمرك؟ كيف ترضى على عمرك أنت؟ ترضى على عمرك إنها تقول ليت ريلي شرات هذاك الريال، يا ليت عندي ريل شرات هاك الريال، بس مجرد منوه يهون عليك أنت؟ كيف يهون عليك؟ تخليها تتحسر، تتحسر إنها ما أخذت منك، تتحسر وتلعن الساعة اللي خذك فيها، لأنك معيشنها في طهف، معيشنها كأنها في ماشوة وبحر لطام، بحر عياي، موي تشلها فوق، موي تشلبها فوق وموي ترضخ بها، لأنك ما بمراونها أي ريج عدل، ما بمراونها أي كلمة طيبة، أي معاملة حسنة. لا، والمشكلة يدروبك انك انت خف الطينه وادب ورمسه وعندك ودونك، بس برا. ومن تدخل البيت قديت العبسي، قديت ابدا غضنفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، خيركم لاهله، وانا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. هذا الرسول هالنمون يقول. فاللي ماله خير ولا فيه ذات ولا معنى في أهله، في أقرب الناس له، ما في خير لأقرب الناس له، شو التريام وراه مصلوح؟ شيء وراه هذا فايدة؟ هذا وراه ما وراه ريا، ما وراه ريا ولا وراه صلاح أبدا، لأن أقرب الناس له ما في خير لهم. أقرب الناس له زوجته وعياله ما بمستفيدين من خيره، يستفيد لجنبي شرق وغرب، فهذا لا تريان وراء صلاح. اغسل يكمل البحر، هذا مرة ما وراء صلاح، إلا كان صلاح الله سبحانه وتعالى يضربه بعصات الهدى يمكن، لكن صلاح لا تدور وراء صلاح الآدمي أبدا. لو تنطبج السماء على الأرض، ليه ما في خير لهله؟ ما في خير للناس ابدا. هي دام حينه خيره هذا اللي عنده، ما بد هله، ما بد حرمته، ما بد عياله، ما بد زوجته، ما بد اقرب الناس اليه، امه او اخته او اخوه، ما استفادوا من هالخير اللي عنده. ما يعني خير ما بلازم يعطيهم الخير، حتى بالكلمه الطيبه، حتى بالمعاشره الحسنه، يوم ما حصلوا هالشيء انت بتحصله، الواد اللي من غير بتحصله، هيهات يا بعده، على ما قال يا بعده يا مايد. المعاشرة الحسنة فيها الحديث الطيب، فيها الكلمة الجيدة، فيها تقليب الذكريات، أيام الملكة، أيام الخطبة، أيام أول الزواج، أيام وايدة هالأمور. يوم بتطري وياها هاي الأيام الحلوة وبتطري عليها، يوم هاك اليوم سرنا، يوم يينا، يوم رمسنا، يوم رمست امك، يوم رمست ابوك، يوم هذا كله كم يسوى؟ بهالطريقه تلين القلوب، بهالطريقه تقرب البعيد وتلين القساوه. ترى الحرمه لا تتوقع انت ان ام عيالك تباك 24 ساعة مشاهدينها في البيت، لا غلطان أنت، أنت أصلاً بكبرك ماذا يا الريان في حياة الحرمة؟ الحرمة لها دورها في بيتها، تبى تطالع عمرها، تبى تسنى عمرها، تبى تشوف عيلها، تشوف بيتها تامر تنهي سلطنة، تراها في بيتها متسلطنة، فلها دورها الحرمة في البيت. لكن أطلع 10 دقائق 20 دقيقة عطها، خلي نولها من الحب جانب، ما تمنعك الحرمة، سر وارتقد وسر لكن رد على مثل ثارك، رد على مثل ثارك، مش وعد اخطاك. لازم ينوبها من الحب جانب فقيرة، لو 20 دقيقة من 24 ساعة 20 دقيقة
ما بينقص شيء ملك الله. وهي يوم تعطيك انت الخيط والمخيط تباك تاخذ راحك، خذ راحك نزيد. هي ما عندها مشكلة، خذ راحك وسر وين تبع، على اساس انك ترد البيت نفسيك طيبة، نفسيك مبتسمة، يعني ترد بخير فرش راد لها. ها بترد مويم مطنبل غادي ابدا ما يستوي. وانت لا تنسى تراك انت تسير وتي ترتر وتعرعر، لا تخلي سيلمة، لا تخلي بيت، لا تخلي ميلس، لا تخلي قهوة، لا تخلي شرق، لا تخلي بر بحر رباعك هوامة ما تخلي بمكان. هم ياسين في البيت، يلستم في البيت هذه، روح تجيب الكآبة. انت تسير وتغير جو، تغدي فريش رقم واحد. فوق هذا كله اتيهم البيت وتزيد الهرموز ملح، يعني روح طبعانه بعد هوس على تريتشا ما يستوي. ليه فيهم سادنهم بيت، التزامات، بشاتير، تربية عيال، مراجعة للدروس، حل الواجبات، يعني هذا يعني هذا كله في البيت، وهذا كله هي متحملتن ويسوي ضغوط نفسية. هذا الشيء ناهيك عن علاقتها ويا أهلها، عن علاقتها ويا إخوانها، أمها وأبوها، مصايب الدهر، الموت والحياة، هذا كله ضغوط، كل هالضغوط عليها هي. أتي أنت بعد تزيدها، هل هذا يعني تشوفه أنت زين يعني؟ حبيب راجب الحي القيوم، راجب الحي القيوم في عمرك وفي بنت اللوادم. لا 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 لا، هذا الشيء يا أبوي لا يطاق، شيء زيادة عن اللزوم. لو بعدها يا أبوك مقطوعة من الشيرة، لو بعدها ياعدي يا أبوك في البيت، لو بعدها يا أبوك دابشة، ما بتعاملها بهالطريقة وبهالخشونة وبعدم اللطافة وبعدم الترتيب وبعدم الكلمة الطيبة وبعدم المروة بعدم ذكر حسناته. وشو هذا؟ صاحي أنت، أكرم أنك صاحي. لو صاحي ما عامل حرمك كم عيالك بالشين، وليه في السكة وليه في الرقعة وليه في الشارع تعاملهم بالزين. هذا تشوف أنت عدل؟ لا والله، أكرم أنك صاحي. والله يا العقل ما تايده، يلي أنت تعامل أهل بيتك بهالطريقة أكرم أنك العقل تايده. مستحيل وحد من الرياييل من توصل حرمته 42 43 45 سماها العيوز، يوم بتسبي تدق حصى على حصى انت عيزتي، هي عيزته وانت بعك ولد البارحه، شي انت ماخذنها هي اكبر عنك بثلاثين سنه، ابوي يمكن انت اكبر عنها بثلاث او اربع سنين خمس سنين، يعني انت بعك بشدك وعدك وهي العيوز، عيز حيلك عن ابوك، كيف انها هي عيوز وانت ولد؟ انت يعني عجلة الزمن هذه والتاريخ ما خطفت عنك، يعني خلك مكانك وهي طرقت، يعني انت بعك الدودوه وهي اللي عيزت، ترى كانها هي عيزت، انت بعد شيبة غديت، لكن هي من لطافتها وأدبها ما تبى تبين لك يلودك ما تبى تظهر لك يلودك ومطاميطك وما فضل عنك، مطاميطك ما تبى تظهرهن، ما تبى تظهر فقيرة، ما تبى تراويك شينك إلى أي درجة وصل، قبحك إلى أي درجة وصل. تحرهي ما تروم، تروم لكن من محبتك لك ما تبى تجرح إحساسك. يا غير أنت ما تستاهل، أنت ما تستاهل أنك أنها يعني ما ترد عليك. والله يا أبوك أنا مفروض ترد عليك، مفروض ترد عليك بدال الكلمة ترد عليك عشر. لو من الأول مضرت انك هالنمونة، لك الفقير ما تدري بك انك جليل خاتمة، تحراك اي ودي ما درت بك انك شو بقولكم. ليكن في معلومك ان سن الاربعين هذا بوك سن الانطلاق، تول هو بادي سن الاربعين، تول هو بادي توها بالحمد، تو ابوي في جزو عمه
شو التحرى؟ تو الناس، تو الناس ابوي سن الأربعين، سن الأربعين سن الحيوية، سن الحكمة، سن العاطفة، سن العاطفة الجياشة، مش أي عاطفة، العاطفة اللي ما ظهرت 40 سنة، سن الأربعين نضوجها غايته خلاص، غاية المتبني على ما قالوا. هذا أنسب وقت لك أنت والحرمك، أنسب وقت لك والحرمك أنك أنت تنطلقون من يد جديد، عبارة تبدون زواج جديد توه بادي. هذا ما فوق 45 هذا زواج توه بادي، 47 وفوق وتسكل من 48 و50 والتساير، هذا أبوي غاية المتمني. أقول لك رقم واحد تنطلق معاها الترترون، ما تخلون بقعة، العيال كبروا وريايل بالحاهم خلاص، والبنيات نفس الشيء اللهم لك الحمد. فحين هذا وقت الشو، وقت أنك أنت تتقاود وياها الترترون، ما تخلون بقعة، يوم شرق ويوم غرب، وتكسرون اليوز وين ما تسيرون. هذا غاية الشيء الحينة، عبارة هالوقت اللي طاف هذا، هذا ما ينحسب شيء من الحين، وساير هو الشيء الحين. الحمد لله الأوضاع تغيرت الحين، قبل 30 سنة مثل يوم خذت أنت، أو 25 سنة، لا الحين أبوي كثرت المولات وكثر الخير وكثر العز وكثرة البلادين، والحمد لله معلومة وايد كبيرة، استوى جواز الدولة أبوي، تدخل الدنيا كلها بدون ويزة، لا وياز، لا همك الله، لا هم يحزنون، طال عمر الحكومة، طال عمر الحكومة، بارك الله في المتبارك، تروم تدخل الدنيا كلها بلية بويزة. فكيف حين أنت؟ أنت حين الأمور سهالات، سر وين تبع، ترتر الدنيا كلها قبضها من طرف يديها وترتر بها، لا تخلي بها بقعة تعد وتذكر. الحين الأمور وايد طيبة، بشارات الأول المولات والحدائق والكوفيهات والمطاعم، الدنيا يا سلام. ما علينا، أنا طولت عليكم زيادة على اللزوم، من المغرب لين الحين وأنا أرمس، يغير الموضوع وايد كان هام مني، ومثل ما قلت لكم بين فترة والثانية الحين وأنا وياكم يعني يني 3-4-5 اقتراحات من داخل الدولة ومن خارجها، وكلها مشاكل عائلية. هل أني أنا بغفل؟ لا والله، لو ما شيء تجاوب إن شاء الله حادني أنا أرمس من المغرب الحين، حد عاطني بيزات، حد يعني والنعم، ولا يعني يا ره الله بيقولون، ما حد بيقول يا ره، حد بيقول والله شمع أنه مصرفني، لكن أنا إنسان لا والله، يوم حد بيدق علي الباب لا والله بتوايب، حد بيدق علي الباب ما بتوايب، لا والله بتوايب ونص، وليها بيعزل عليها الرب حافظ. كل من حد دق لي تليفون، واللي يتني رسالة، واللي يعني مسج، واللي يعني سناب، من شرق الأرض ولا مغربها، لا والله أنا ما بحط دنطين وذنعين، لا والله برمس وبقول وبتكلم باللي الله مقدرني عليه وعلى حسب خبرتي ومعرفتي في هالدنيا العودة بتكلم، ليش لا؟ ليش لا؟ شو بيستوي علي؟ شو بيستوي علي يعني؟ لا والله برمس بسولف، ولا في الخاطر شيء أبدا. وين أرمس وياكم الحين؟ قبل 5 لو 10 دقائق جتني عدة رسائل، رسالتين منهم متشابهات بالضبط، يعانن من تسلط الأم ومعايرها لحرمة الولد. هل أنا بغفل على الموضوع هذا؟ لا والله، لأني عايش في هالدنيا وشايف وشف الأول وشوف الحين، والدنيا يعني هذا الشيء موجود، ويوجد بعد العكس، يوجد البنت المتسلطة من تأخذ الولد عزلته عن هله، هذا كله موجود، لازم نرمس عنه، ليش لا؟ شو المشكلة؟ ترى نحن عايشين في هالدنيا منها وإليها. هذه كلها مشاركة وإبداء رأي مني ومن المتابعين ومن خبرتي في الحياة وسيرتي ويأيتي، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يألف بين قلوب كل الموجودين في الكون، من أزواج وزوجات وأولاد وبنات وأمهات وخوات وخالات وعمات، كل أفراد الأسرة، ما نبي يكون بينهم شحناء ويكون بينهم بغضاء وشيء
ما يرزى ولا يستاهل ولا انتم لو بت يعني لو بتطالعون انتم انا من ابتدى السناب ما يقارب الحين ثلاث سنين كل يومياتي انزلها في اليوتيوب السنه 370 يوم هذه 345 يوم والله ما اتذكر كم كلهن موجودات اليوم بيوم الحين مثلا الحين خمس دقائق بنذكر عنكم بسوي داونلود ومن اوصل ابو ظبي نجمع مال 10 يوميات 20 يوم نحملهن على اليوتيوب وكل ابوي موجود وتصبحون على خير وسامحوني على الإطالة والله المستعان. اتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها. محتوى الرسائل على الخاص يطرشوا لي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب. هاي المشكلة كملت اسبوعين ثلاثة الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكلة والحل مؤقت برجاء اتباع الخطوات الجاية. ندخل اول شيء ندخل السناب. يا سلام يا سلام بسم الله نسير خلاف اعدادات سرنا الاعدادات ننزل لين مسح ذاكرة التخزين خلاف الدق مسح الكل بعدين مسح وخلاف حسنا في حال تم الوضع على ما هو عليه امسحني من عندك من الليستة وضيفني من جديد